مرحبا وشكرا لمتابعتكم الفيديو. اليوم حديثنا عن مكبرات صوت سوني SRS-XB31. بالفيديو رح تشوفوا معها كمان اختها صغيرة SRS-XB21 واللي هي نسخة مصغرة عنها، بس رح نركز بالريفيو على 31 اللي هي النسخة المتوسطة. إذا كنتوا عم تدوروا على مكبرات صوت جديدة لمشاويركم ولاستخدامكم بالبيت كمان، ركزوا معنا كتير بهي الفيديو لأن رح تشوفوا شيء أكيد رح تحبوه. أول شيء، شو اللي بيميز هاي السماعات؟ أكيد جودة الصوت الفريدة من سوني، بس كمان IP67. نحن عم نحكي عن مكبرات صوت ضد المي، فيك تأخذها معك على المسبح أو على الشط وما تقلق عليها. فيك كمان تغسلها إذا توسخت، وكمان إذا قلبك قوي تغطسها بالمي مثل ما عملنا نحن هون. بس طبعا كونها ضد المي مو شي بكفي لحتى نشتريها، بيلزمنا أكتر، وأول شي بيلزمنا هو جودة الصوت. سوني ما بتخيب توقعات حدا بجودة الصوت، جودة رائعة، خصوصا انه عم نحكي عن مكبر صوت بتكلفة اقل من 600 درهم، واذا كنتوا بتحبوا البيز اكيد رح تحبوها. بس انتبهوا من ميزة بيز انهانسمنت فيتشر، لان اذا الغنية اصلا مركزة على البيز ممكن هالشي يضيع خطوط الموسيقى الثانية شوي. بس عموما ومن دون اي تردد جودة الصوت رائعة، اسمعوا بانفسكم. لتستخدم السماعات بكفي توصلها بموبايلك عن طريق البلوتوث، بس إذا حابب تحصل على أفضل تجربة لازم تنزل تطبيق سوني ميوزك سنتر. من هون بتقدر توصل لكل إعدادات السماعات، ومو بس هيك، في كمان توصل أكثر من سماعات سوني سوا وتشغل نفس الموسيقى عليهم جميعا ولاسلكيا. من أهم الإعدادات اللي فيك تفعلها من التطبيق ميزة لايف ساوند اللي بتعطينا صوت ثلاثي الأبعاد أكثر، مع شيء عم تسميه سوني فيستيفال فايبس. ما كتير فهمت الرابط مع الفيستيفال، بس لما بنفعل هاي الميزة نشوف انه البيز اللي اصلا قوي ضل مثل ما هو، بس الصوت صار اعلى والطبقات المتوسطة صارت اعلى. من الجهة العلوية للسماعات عنا اربع ازرار، تشغيل واثنين للصوت وزر بلاي باوز. في عنا كمان رمز NFC اللي بيخلنا نوصل السماعات مع اي موبايل بلمسة واحدة. من الجهة الخلفية عنا الفلاب. تحت الفلاب في ثلاث أزرار، WPS للاتصال المباشر الآمن، Add لإضافة أجهزة أخرى، وزر البطارية والضوء. عنا كمان منفذ الشحن مايكرو USB، منفذ USB قياسي بنشحن من الموبايل إذا حبينا بس ما بنحط عليه فلاش درايف لنسمع منه موسيقى. عنا كمان زر أوديو إن ممكن نستخدمه لنوصل السماعات مع مصدر موسيقى سلكياً. في طبعاً زر ريسيت لاستعادة ضبط المصنع، وما تنسوا تسكروا الفلاب منيح قبل ما تعرضوا السماعات للمي. السماعات عم يجوا مع اضواء كتير حلوة بتعمل جو احتفالي، التصميم تبعهم كتير مميز خصوصي انه بيكملوا على الجوانب مع انحناءات لذيذة. إذا ما بتحبوا الأضواء الاحتفالية فيكم تغيروها من تطبيق ميوزك سنتر لمجرد إضاءة بسيطة، ممكن كمان تطفوها بشكل كامل، وأكيد بتوفروا بطارية هيك. ممكن كمان نطفي الأضواء بزر باتري لايت اللي موجود من ورا تحت الفلاب، ولازم نضغطه لمدة 3 ثواني. في كمان ميزة جديدة اسمها بارتي بوستر، هي باختصار استجابة صوتية من السماعات وقت مضربة وبأماكن مختلفة بتعمل أصوات مختلفة، يعني بتصير أنت مو بس الدي جي، بتصير كمان الدرامر إذا بتحب. الشحن بيصير بشاحن مايكرو USB عادي، بس ياريت لو سوني اختارت USB Type-C. مع ذلك حلو انه شاحن عادي ومتوفر، يعني فينا نستخدم باور بانك عادي في حال كنا مخيمين مثلا وخلصت البطارية. من جهة تانية، هي السماعات نفسها ممكن تصير باور بانك للموبايل إذا احتجنا بفضل منفذ USB القياسي اللي عليها. السماعات كمان بتدعم الاتصال الصوتي عبر الموبايل مع تقنية بلوتوث لأن فيها مايكروفون،
وفينا نستفيد ان المايكروفون كمان بضغطة طويلة على زر بلاي باوز بنشغل سيري او جوجل اسيستنت عن بعد. سوني عم تقول انه عمر البطارية 24 ساعة استخدام متواصل، وهالشي حقيقي بس بشرط نطفي الاضاءة ونستخدم صوت عادي. اما اذا شغلنا الاضاءة وميزة اكسترا باس مثلا بيصير عمر البطارية اقرب ل 7 او 8 ساعات، وهالشي طبعا ما انه سيء. فينا نعرف مستوى البطارية باي وقت بانه نكبس زر البطارية وراء او من خلال التطبيق. بالخلاصة، سماعات بصوت رائع، تقنيات حديثة، ضد المي IP67، واهم شيء سوني، وكله بسعر اقل من 600 درهم. عم تفكروا تشتروا سماعات لرحلاتكم ومشاويركم؟ اكيد بنصح فيها من دون تردد. شكرا لمتابعتكم هالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتنطرونا بفيديوهات قادمة.